ثانية مكملين حوارنا مع اليوم السيدة سلوى الخياري والية نابل الحديث على آخر استعدادات نجاح الموسم السياحي. نتحدث عن الوضع البيئي مدامنا نحكيه في حكاية الشطوط الساعة حكاية صرف الماء الصحي سيدة الوزيرة شدة صحيح في الوزيرة سيدة الوالية فما شطوط اليوم ما عادش تتعام كريمة نحكي على تزاركة نحكي على دار شعبين شو عملتوا فما تنسيق مع ديوان التطهير مع الهولوناس مع احنا على 21 شاطئ الممنوعين من السباحة في نابل عنا زوز عنا في سليمان اللي مقابل البول تكنولوجيك وعنا دار شعبين اللي فيها المحطة متاع التطهير الكبيرة برشا اللي هي لسو كاتخ تتسمى اللي هي الماء معناتها خارج زيدا الماء هذيك المحطة هذيك فيها مري معناتها يستعمل لري لري الأرنج معناتها لري زيدا الأعلاف ساعات معناتها كيصير أن ترو بلان يخرج الكوبلاي في دونك هذيك دار شعبين بحدا ليس وكاتر ممنوع ممنوع للسباحه ما عدا ذلك بقيه الشطوط غير ممنوعه من السباحه وفما ديزاناليز فما تحاليل ما عندها جرثوميه وتحاليل نتاع مياه تقوم بها وزاره الصحه تقوم بها وزاره السياحه وينجموا يعوموا التلوث توا فما تلوث معناتها ماهيش الممنوعه من السباحه لكن ربما هي فيها بعض التلوث. انا بني خيار وسمعتوا اللي المره الاخرى عملوا وقفه احتجاجيه على خاطر معناتها يعتبروا فما ملوث راهو التلوث راهو زاده مسؤوليه المواطن فهمت ما فهميش كان لوناس توا لوناس عندها برامجها نتاع محطات اضافيه نتاع تقويه الضخ نتاع احداث محطات اخرى نتاع التدخل كل ما تصير اون بان لي بان سا بو اريفي تتدخل راه نجم نقول لك في الساعات القليله التي تلي يا العطب تتدخل لوناس ساعات معناتها تفوت اما لكن زاده راهو فما ناس تبني بدون رخصة فهمت ما عندهمش وين يربطوا سايبتوا في البحر يسيبوا في السبخة فما ناس احنا عشنا باللي فوس سيبتيك في ديارنا وهما يجيو يعملوا لي فوس سيبتيك في الكياس نهار اللي نجيو باش نعملوا طريق باش نعملوا لوناس فهمت نلقاو اللي معطلين باللي فوس سيبتيك في الطريق العام راهو هذه يلزمنا احنا تتنظم احنا عندنا البناء الفوضوي ونرجعوا للبلديات دعوه لكل البلديات وما قاعدين يقوموا بمجهودات رغم حادثه معناتها التجربه هذه البلديه الحكم المحلي والتدبير الحر الا انه راهو لابد من التصدي الى بنائات الفوضويه وغدوه راهو عندنا مشاريع تنمويه يعني دخلت فيها اعتبارات حزبيه بلديات ولا تعطي العباد بناء فوضوي غدوه يفوتيلو وكلني من وكلك هنا خلينا نحكيو على موضوع اخر مادام متصل ولو تذكر الريحه نتاعو خايبه ياسر الشط توا وكذلك ولو دخلت الوزاره وفرضت على بعض الصناعيين باش يعملوا الريسيكلاج يلزم وقت بون باش يرجع يلزم تعلموا العباد ناخذوا طرقات سي تويل مثال ناخذوا نبدا بالطريق الاولى لرود لامور حكينا فيها قبل اللي هي الطريق نتاع الدخله قرب قليبيا امسي 27 واللي فيها اشكاليه كبيره واللي ترافو لحد الان مغفلين ياسر وجاي الموسم نتاع الطماطم وحتى وقتها نعرفوا يصيروا بوكو الاكسيدون ويخرجوا معناها لطف عباد بالرومارك نتاعهم بلاش تذوق تصير فيها مشاكل كبيره واللي ترافو تو مش معموله بالكدا وحتى حكيت مع مسؤول امني في الحكايه قال لي يا اخي طب شو شكي وزاره التجهيز شو شكي بالولايه شو شكي كذا قال لي هما اللي في الحكايه تحبوا نطبدوا العباد على الحكايه هذيك لانه ولات بالحق هيروس والعباد يتعداوا من هذيك واللي يتعدى يقول الحمد لله روحت سلامات انا ديما نتعدى منه لا ام سي 27 احنا اغزر خلينا نغزروا الكيس النصف مليان احنا كنا هي اسمه طريق الموت المشروع هذيك قديش عنا ملي نستناو فيه الناس الكل تم معناتها الشروع في انجازه افرح فهمت كيما وقتها الطريق التركي قعد تعطل 3-4-5 سنين يمكن حتى اكثر لانه فما مساله الانتزاعات وفما راهو باش نعملوا اي باش نعملوا طريق راهو لازم نفسر انا حاجه بلي خليوني اسمحوا لي في دقيقه تفضلي لانجاز طريق كيما هذه توسعتها راهو ما فماش كان وزاره التجهيز فما لوناس وفما سونيت وفما استاج وفما تيليكوم هذه يلزم تنسيق كبير برشا باش الاشغال كلها تم فرض وقت هذه ماهوش ديما
مش عندهم مع بعضهم الكل في اي خاطر ليه فما نقل فما نقل شبكات أي. انت باش توسع الكياس الكياس انت تغزر له من الاول غودروني واللي تحت الكياس فهمت اذا كان عندنا شبكات نتاع تيليكوم زعما باش تنقل هذيك انكو اذا كان عندنا شبكات نتاع ميه صالح للشراب اذا كان فما القنوات الكبيره فهمت ساعات عندنا استحاله باش نقلوا الكل ساعات نقلوا بارسيلمون فهمت هذا دون احتساب مشاكل الانتزاع اي الانتزاع كملناه قبل ما يقع الشروع قبل يكون بيوش اي سي لا خاطر تعطلت برشا بسبب الحكايه الانتزاع برشا تاع جرومبيليا الحداميه علاش علاش توا واخر هو يظهر لكم واخر على خاطر تحل مشكل الانتزاع تم الانتزاع وتم حتى اللي ما خذاش فلوسه يضيعوا في الخزينه العموميه وبعد فما هو قانونيه لكن احنا معناتها الانجاز هذايا اللي فيه على الاقل 4 كونسيسيونير بوبليك فهمت اللي هما السيك السونيد لوناس تيليكوم بخلاف التجهيز يلزمهم الاشغال نتاعهم افيك ديكو راهو راهو نقل الشبكات مش حاجه هينه لكن انا نحب نطمن المواطنين على القليله الترونسون نابل قربة قاعد معناتها يمشي وما عانيش فيه اشكال فهمت كبير برشا تبقى راهو هو في المشروع هذه معناتها اصعب مرحله هي المرحله هذه الاولانيه معناتها في الشروع معناتها في الانجاز مع لي 4 كونسيسيونير عندنا الترونسون ثاني اللي هو قريب باش يبدا زاد اللي هو قربة قليبيا اللي هو قرب قليبيا مازلنا مع معناتها نشوفوا شنو هي الامكانيات نتاع نقل الشبكات هذه فهمت على خاطر ساعات راهو نقل الشبكات يتطلب موارد كبيره برشا اللي اليوم تنجم سيادتك ولا تبدا تمنع كلك كاميون كلك رومورك باش يتحركوا في وقت معين بون صارت في منزل بوزلفه لكن من بعد دخلت على حكايه البركدان البركدان هذاك اي على خاطر سابق وقتها سابق السنة قاعدين تو قلت تو معناتها احنا بدايه من تعرفوا اللي العطله الامنه ونهار 1 جويليا باش يشرف عليه سيد وزير الداخليه باش ننطلقوا في العطله الامنه فما عده محاور نتاع مرور قاعدين نتناقشوا فيها واحنا معناتها باش كلمنا سيد رئيس المدير العام معناتها نتاع الشركه هذه اللي معناتها عندها الاشغال عندها العرض عندها الاشغال اللي يرسي عليها العرض اللي معناتها تكثيف السينياليتيك تاع الاشغال انتم ما تعرفوا اللي معناتها خاصه في الليل معناتها الاشارات الاشارات ناقصه اللي ناقصه حاطين حتى وجهه كحل وهما مصفر موجود هذه الرش الرش نتاع التوفونون هذيك على خاطر زيد الرؤيه وقت اللي كبين وكراه بتتعدى فرد وقت وكل خبيبر تتهز زيد معناتها دعوه زيد المستعملي الطريق لتوقي الحذر ان نمشي فيه ديما الطريق هذيك معناتها حسب تنقلتي الناس راهي دوبل عليك على اليمين فهمت فما زيد مش لازم نزربوا شويه انت ماشي تعرف روحك في طريق فيها اشغال تحب باش تخلط في نص ساعه تخلط في ساعه غير ما ضر فهمت ولا تعرض نفسك للخطر وتعرض السائق والمواطن فرحانين الانسيبانسيت هذية نصبروا شوية على إنجازه في قاعد يمشي العام الجاي قد هو على 3 سنوات اي معناها تو عندنا 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 ترونسون الاولاني اللي ظهر لكم متوخر ما توخرش برشا راهو اوني دون لي ديلي هاني قلت لكم توا باش يتسرع النسق باذن الله جينا مع السيف ايه نكملوا الوضع البيئي الناموس سيد الوالي الناموس وما ادراك من الناموس خاصه مع الامطار اللي صبت في نابل وحكايه المداوات وغيره هو الناموس كما قلت لكم الامطار وقتاش وقفت هي توقفت الامطار في مي. حتى المي هكا ولا في مال شيخ بون داكور لكن سمحوا له اي لا ستاغناسيون معناتها فما برشا ركود اي اي فما ركود اللي حتى فما مياه راكده معناتها المياه راكده هذيك فيها معناتها سورس دو ملتيبليكاسيون دو سيز انسيكت فما قاعدين البلديات يتدخلوا ربما ما ماهوش بالنسق المطلوب فما زاده بودويت صبخه سليمان اللي هي دخلت فيها الطائره عن طريق بلديه دخلت ايامات معناتها بلديه زاده صبخه قربة ماذا بينا ندخل في ساعين باش ندخلوا فيها واحنا كل يوم دعوه للبلديات باش يداويوا معناتها وهذا هو نحب انا زاده كيف ديما المسؤوليه هي راهي جماعيه ومشتركه يلزم المواطن يستحفظ على الفضلات نتاعو خويا الساشي تو عندنا بطيخ ودلاع وغلاء
خلل معناتها وكسكروتيت وشفريت دونك نستحفظوا شويه، زيد اللي عنده شويه ما يريكد بحدا دارو ما يصيرش يصرف معناتها ما نخرجوش. كل شفر صغيرك تحطها في شتة انا عباد يمشيوا يردوا الشتور حاشي هذا هو يلزم الناس يفهموا عنده مسؤوليات وعي كبير من المواطن متفقين متفقين. نرجعوا توا للسياحه كانت 160 اوتيل في ولايه نابل عام 59 48 145 هما 145 145 عام 59 48 ميسيل بور باسيت الميرامار بعد تبنات نابل ولات بارمي لي سونتر العالميين نتاع السياحه بارمي لي مايور. لكن ناكدك سيتي الواليه حمامات مثال واضحه توا على مستوى التهيئه السياحيه على مستوى التنظيف على مستوى كذلك توا الامنيه الحق الحمد لله به هذاك حاجه خارق العاده. اوني بوكو اون دو سا ماناشي نتاع عام اكسبسيونيل باش نجيبوا فيه 19 من ساعه اللي شبه متاكد باش نوصلوا هذا ان شاء الله فهمتني معناها والمنطقه هذه من اهم المناطق في هذا كذلك ولايه معناها نابل شافيو جهه البحر زاد ثم اشكاليات كبيره على مستوى الاستصلاح على مستوى الكياس هذيك الحيدانيه وين البلديه الجديده وغيره. شنو عملتوا انتم دونك سونس؟ احنا حضرنا احنا عندنا اليوم معناتها موسم سياحي ما شاء الله 9 مليون سائح على مستوى الجمهوريه احنا عندنا فيهم اون كاباسيتي نتاع 20 طاقه نتاع 20% معناتها نجموا نقولوا بالتوانسه بالجزائريه اخوة الجزائريين اللي بيا زاد علينا سيارات مرحبا بيهم مع السواح اللي من خا من الاجانب الاخرين باش نوصلوا يمكن 2 ملايين سائح بالنسبه لولايه نابل وربما حتى اكثر شوي. التحذيرات التحذيرات احنا اللي يهم بالدرجه الاولى هي المسائل الامنيه وانت نطمنوا الناس الكل انه معناتها ممسوكه ودعوه معناتها وتحيه للساده الامنيين اللي راهوا ليل ونهار بما فيهم الحمايه المدنيه في كل وقت ونشوفوا اليوم فما تعزيزات جايه زاده فما تعزيزات جايه بدايه تجديد شفناهم يعطيك الصحه دونك معناتها مع الموسم السياحي عندنا المهرجانات راهو انا كنت في اجتماع المهرجانات معناتها الموسم السياحي الموسم الصيفي راهو ما فيهش كان السياحه راهو فيه السياحه وفيه المهرجانات وفيه التوقي من الحرائق احنا وهذه بعدد معناتها نتاع امنيين اللي يلزمهم يكونوا متواجدين يلزمهم تحيه كبيره برشا لكل الاسناد على وقفتهم في الصيف راهو ما نرقدوش. نرجعوا للسياحه معناتها التحذيرات هذه من الناحيه الامنيه من ناحيه اللي الاستعدادات للتامين الذاتي عملنا عده اجتماعات لحث اصحاب النزل للتامين الذاتي الحرص عليه ايجاد معناتها على وضع منظومه باش يامنوا نزلهم خاطر ما نجموش نقولوا ريسك زيرو في المخاطر يعطيك الصحة. عدا من ناحية البيئية أنه اليوم مش معقول أنه سائح يجي ويشوف الفضلات اللي موجودة قاعدين كل يوم مع البلديات لحثهم على معناتها ترفيع النسق رفع الفضلات لكن زيد راهو احنا ماهوش كان البلديات اليوم فما لي ريستوراتور اليوم فما المحلات راهو يخرجوا الفضلات نتاعهم ان بوخت كان مومون سيدي دعوة ما يصيرش بلادنا جميلة ومحليها خلنا نتعاونوا الكل فما توقيت فما توقيت تخرج فيه انت الكراضن نتاعك وتخرج فيه الواحد ومشي اعمل اتفاقيه اي ما هذا هو. فما بالنسبه للطرقات اللي هي محفره احنا بالنسبه لل معناتها لل للتدخلات تعرفوا اللي ولايه نابل كما قلت لكم راهو ما كانش حاجه هينه راهو الفيضانات اللي جات في 22 سبتمبر راهي مست البنيه التحتيه راهو الكياسات اللي معناتها راهو ما عندناش هذه اللي على الوديان دونك احنا وزاره التجهيز رصدت الى حد الان 50 مليون دينار معناتها 50 مليار للقسط الاول فما القسط الثاني احنا عندنا توا بخيس قريب باش يخلط معناتها ديغا بيغ دي ديغا 2019 اللي معناتها المقاولات معناتها بريسك معروفه لكن هذه زاد اونيفو دي بيست معناتها اونيفو البلديات فما مسائل راجعه بالنظر الى البلديات البلديات تسرع معناتها مش تجاوزها معناتها الوقت كان ياسر سريع الريتم تقوي عليها معناها الريتم احنا ما تعادينيش فتره عاديه راهو دونك اكل الاضرار هذيك الكل يلزمها وقت قاعده تعمل في مجهودات فهمت البلديات لكن صحيح فما نقائص
زيد دعوه للبلديه للتدخل. ساعات راهو حتى السسمو لونروبي بدا ماهوش موجود في السوق، راهو خاطر راهو اليوم الاسلاح نتاع الاضرار نتاع الفيضانات كبير برشا. حتى من تفكير من لاكوش دو غولمون معناها معروفه تبدل مره 5 سنين مره 7 سنين، يعني يكونوا محضرين الواحد باش يحضروا لونروبي وغيره. توا شفنا مثال طريق بن سليمان مثال لونروبي قعدت 3 شهور منجله توا خدموها الحمد لله يقولوا اوروزمون. بقات الطريق توا الحزاميه نتاع معناها تدخل بالونفوان نتاع غرومبيليا وتخرج توا على طريق مغادي، وبقات لونسون حكينا فيه عديد المرات بصراحه. انا كي نشوفه نتوجع اللي هو بين غرومبيليا و شو اسمه حي الكعبي، معناها اللي ثم مقاول وتبدل وشنو كل مره تقولون لنا حال توا سنوات، وهو مدخل من مداخل تونس الرئيسيه ابار لطروت. هو يمكن في المارشي فيه معناتها في اشكاليات شويه زاده، احنا مرينا مع بعض المقاولين يمروا بصعوبات ماليه، فهمت قاعدين ننظروا فيه مع وزاره التجهيز. ما تعرف احنا عندنا راه في الولايه عندنا المشاريع الجهويه وعندنا المشاريع الوطنيه. المشاريع الوطنيه يتم جينيرالمون متابعتها بالتوازي بين الجهوي والمركزي، فهمت. هذه هاني سجلت سي سفيان تو نرجع ونشوف الطريق هذايا الترونسون هذاك في بيليبي فين وصلنا مع وزاره التجهيز. دونك الاستعدادات خاصه الامنيه صار التنسيق الحمد الأمني لله. صار لإنجاح أيه. هذا الموسم مع تعزيزات كبيرة برشا جايتنا، مع استعدادات كبيرة برشا من قبل الأمنيين الكل. وجايكم بالبجبوج ويصفوا شيء صيفوا هنا في العام. مرحبا بيهم الكل. مرحبا بيهم الكل.